ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هكلمكم عن بذور الشيا وفايدتها في تنحيف البطن وازالة الدهون اللي موجودة في البطن. ده شكلها تحسيها سمسم، بس بحسها اللي هي مرسوم عليها حاجات كده. البذور نفسها شكلها حلو جدا. ما علينا من الشكل، يعني احنا نتكلم. هي بتجيبيه ب10 جنيه من عند العطار، يقعد معاكي مدة طويلة. بذور الشيا عشان تخس يعني وتجيب نتيجة حلوة. البذور دي بتقعد في المعدة مدة طويلة، فما بتتهضمش على طول، فبتخلي ايه تستفادي من الاكل اللي انتي كلتيه، وفي نفس الوقت ما تجوعيش على طول. طيب استخدمها ازاي؟ انتي في وجبة الغداء بتغدي عادي، بس لازم تبقي واكلة طبق سلطة وفي خضار كتير، في اللي هو جرجير بقى وبقدونس والحاجات دي، وتحطي ليمونة كاملة، وتحطي معلقتين، لو الطبق كبير معلقتين بذور الشيا، والطبق صغير هي معلقة واحدة بس. بكل يوم لغاية 10 ايام هتحسي بالنتيجة بصراحة فظيعة، وهتخسي جامد عن تجربة. البذور دي زي ما قلت هي بتاخد وقت كتير عمال ما تتهضم، فانت عشان اما تيجي تتعشي هتاخدي وقت كتير عمال ما تيجي تتعشي، وهتحسي انت شبعانة والكلام ده. وصفة تانية حلوة جدا، انت بتجيبي شفشق وتروحي حاطة، انت مثلا تشربي العصير ده او السائل ده في كل قبل كل وجبه، يعني مثلا قبل الفطار، قبل الغداء، قبل العشاء. هتبقي مثلا بتحتاجي 3 كوبايات، هتروحي في الشفشق ده حاطه 2 كوباية ميه، وهتغلي في البراد شاي اخضر وتصفيه، وتروحي حاطه في كوبايه شاي اخضر، تمام. هتروحي حاطه 2 كوباية ميه وكوبايه شاي اخضر في الابريق، وحاطه او في الدورق يعني، وحط المعلقتين من بذور الشيا مثلا، تمام. وتروحي مقطعه شرايح ليمون وحطها عليه، وشايله وخليط في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين بالكتير، وتروحي مطلعه مصفيه وحطاه في ازازة مية او في نفس الدورة المية، وتروحي في كل وجبة. يعني انا دلوقتي هفطر هروح شارب ايه قبل الفطور، في الغدا هروح شارب قبل الغدا، في العشاء هشرب قبل العشاء. ده هيحرق الدهون اللي موجودة في البطن، وفي نفس الوقت وهتحسي بالشبع على طول، يعني مش هتاكلي كتير، وفي نفس الوقت هو هيسد معاكي وهيحسسك انك شبعانة، وفي نفس الوقت ما فيهاش اي ضرر، بالعكس مفيدة جدا بذور الشيا. بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتشتركوا في القناة. باي باي.